بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نبدأ في الفيديو الثامن في البلاي ليست بتاعتنا ان احنا بنحل امتحانات بيولوجي اولى ثانوي لغات. من خلال الامتحانات دي بنوفر شرح الاجزاء كتيرة في المنهج، وبنوضح يعني كل سؤال احنا حليناه ليه وكده. فنبدأ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندنا بيقول لك when the occurrence of crossing between two pea plants, the resulting generations contain the long and short-stemmed plants with equal ratio. So the appearance of genotyping. بص احنا اتفقنا يعني ان احنا بنفهم السؤال الاول قبل ما نبدأ نبص على الاختيارات. فمعنى السؤال بيقول لك ان انا جوزت ميل لفيميل of pea plants، واول ما اقول لك pea plants تفكر على طول في complete dominance. يعني احنا قلنا اهم حاجه انك تعرف الكيس قبل ما تبدا ايه تحل يعني. فكيس اوف كومبليت دوميننس قال لك ان انا طلعت لونج وشورت ستيمد بلانتس ويز ايكوال ريشيو. وهنا في الاختيارات يعني عندك التي هي اللي كابيتال، فمعنى كده ان التول ستيمد التول او اللونج يعني اللونج ستيمد هي اللي ايه هي اللي دوميننت يعني. ده معنى الكلام. فانا جوزت لونج لشورت، او لا سوري، يعني هو بيقول لك ان انا جوزت اتنين بي بلانتس وطلع الانديفيدوالز لونج وشورت ايه لونج تو شورت ويز ايكوال ريشيو. ويز ايكوال ريشيو دي يعني 1 تو 1 يعني. فازاي اطلع ريشيو دوميننت لريسيسيف 1 تو 1؟ هي الكيس دي يعني واضحة جدا عندنا ان احنا لما بنجوز هايبريد لريسيسيف بيطلع لي 1 تو 1. واحنا ممكن نعملها يعني قبل ما نبدأ نبص على الاختيارات. لو جوزنا هايبريد اللي هو تي كابيتال تي سمول لريسيسيف اللي هو تي سمول تي سمول، هايبريد لونج ده كده هايبريد لونج اتجوز ريسيسيف ايه شورت. فلما نيجي نعملهم اهو هيطلع لي تي كابيتال تي سمول وبعدين تي كابيتال تي سمول، يعني ماشي تي كابيتال تي سمول وبعدين تي سمول تي سمول و تي سمول تي سمول. فاهو طلع لي اتنين لونج واتنين ايه شورت. فاتنين لاتنين ايكوال 1 تو 1 يعني ايه يعني ذا سيم ريشيو. عشان نخلص يعني قصة الكمبليت دوميننس، احنا مو في حاجات تانية ممكن نحفظها. ان احنا لما بنجوز هايبريد لهايبريد بيطلع لي 3 تو 1 يعني 3 دوميننت ل 1 ريسيسيف. لو جوزنا بيور دوميننت لريسيسيف هيطلع لي 100% هايبريد. يعني لو تول بيور اتجوز شورت او لونج بيور يعني اتجوز شورت هيطلع لي 100% ايه هايبريد. ليه؟ لو انا جوزت تي كابيتال تي كابيتال مع تي سمول تي سمول هيديني مين؟ تي كابيتال تي سمول 100%، وده مين؟ ده دوميننت، يبقى دوميننت 100%. يبقى انا عندي ثلاثة كيس سهلين قوي، جوزت بيور لريسيسيف يطلع لي 100% دوميننت، جوزت هايبريد لهايبريد يطلع لي 3 لواحد 3 دوميننت لواحد ريسيسيف، جوزت هايبريد لهايبريد يطلع لي 3 لواحد، جوزت هايبريد لريسيسيف يطلع لي 1 لواحد. خلاص. فاحنا بدل ما نفضل نبص في كل الاختيارات احنا نكون ايه حافظينهم اسهل. طب غلبنا خالص ومش فاكرين الحفظ، اعملهم جربهم يعني. خلاص. طيب يبقى احنا ايه الاختيار بتاعنا اهو. لو جينا نجرب بقى الباقيين ريسيسيف مع ريسيسيف هيطلع لي كله ريسيسيف اهو الاختيار ده يعني. ريسيسيف مع ريسيسيف هيطلع لي كله ريسيسيف. طيب بيور مع ريسيسيف هيطلع لي كله دوميننت. طيب هايبريد مع هايبريد هيطلع 3 لواحد مش 1 لواحد، يبقى الاختيار بي. خلاص. طيب خش السؤال اللي بعده. بيقول لك each of somatic cell nucleus and male gamete nucleus in human contain all of the following respectively except. هنقول اول ما نشوف كلمة except يبقى ايه نختار، قصدي نعلم عليها يعني. معنى السؤال ايه؟ معنى السؤال بيقول ان الصوماتيك والجاميت اوف ميل تفرق معايا في حاجة؟ لا والله يعني شكل الاختيارات ما تفرقش معايا غير انها 6 cell وخلاص يعني. ما سألنيش عن اكس واي واكس اكس، لا هي 6 سيل وخلاص. الجاميت سواء ميلز او فيميلز، لا هي 6 سيل.
فاحنا من اول فيديو اصلا واحنا بنقارن بينهم قلنا ان هي 2 ان وهنا ان، العدد الكروموزوم هيكون 46 لكن هنا 23 كده. يعني الفكرة كلها بالنسبة لي ان هو بيقول لك ان هما مختلفين في كل ده اكسبت، تمام، each of somatic cell and male gamete nucleus in human contain all of the following respectively except. خلاص، هل هما يعني خلينا ماشي، هل هو واحد 2N، سوري واحد 2N والتاني N؟ لسه كاتبين 2N و N، ما دي صح، مش هنختار، هنختار الغلط اللي هما مش مختلفين فيه. 46 molecules of DNA و23 molecules of DNA اهو 46 و23 صح، 46 كروموزوم و23 كروموزوم هي هي، يعني سواء قلت لك مولكيول اوف دي ان ايه اكني قلت لك ايه كروموزومز. اخر واحده هي اللي غلط، هم مش مختلفين الاختلاف ده، لان الاختلاف ده غلط اصلا، ان هو 44 كروموزوم اند 22 كروموزوم. لا عارف كنا نختار، يعني كنا نعتبر الجمله دي صح امتى وما نختارهاش؟ لو قال لك 44 اوتوسوم اند 22 اوتوسوم، لان ال 46 بتوعنا عباره عن 44 زائد ايه؟ زائد 2. ال 44 دول اوتوسوم والاثنين دول ايه؟ 6 كروموزوم. خلاص، وكذلك 23 مقسومين 22 زائد 1. فكنت كنت يعني اعتبر دي صح ومش هختارها لو هو قال لي اوتوسوم، لكن هو قال لي كروموزوم فدي غلط، يعني دي ده مش اختلاف بينهم اصلا، الجملة غلط، عشان كده اخترنا احنا نختار الحاجة الغلط لاني مختار ايه اكسبت. تمام، طيب خش في اللي بعد. if the two individuals have pure الليلومورفيك تريت، وكلمة بيور ايكوال هوموزيجوس، يعني لو قلت لك بيور هي هي هوموزيجوس. خلاص، اتنين بيور اتجوزوا مع بعض their characters don't appear on the resulted offspring، يعني جوزت ميل لفيميل طلع الانديفيدوالز كلهم مختلفين عن ابوهم وامهم، يعني مفيش ولا صفة من الاب والام ظهرت في الانديفيدوالز. خد بالك ان ده بيحصل في حالتين، يحصل في حالة complementary، يحصل في حالة ال complementary، ويحصل في حالة ال lack of complete dominance. ازاي؟ ال complementary ممكن اجوز recessive مع recessive يطلع لي 100% dominant، وال lack of complete dominance بيحصل ان انا بجوز صفة لصفة يطلع لي صفة تالتة خالص. ليه؟ لان هنا مفيش واحد dominant على التاني، يعني انا بجوز مثلا black لوايت يطلع لي ايه بلو، فالصفه الثالثه دي مختلفه عنهم هما الاثنين. في حاله الكومبلمنتري انا بجيب ريسيسيف للريسيسيف يطلع لي دوميننت. ازاي؟ باي كونفرجنس اوف ذا جينز. يعني ايه؟ يعني مثلا جبت اي اي او ماشي، خلينا نقول مثلا ان انا عاوز ريسيسيف مع ريسيسيف، ماشي، يعني مثلا اهو عملت اي اي بي بي مع اي اي بي بي. بص اللي حصل ان ده ريسيسيف وده ريسيسيف، يعني الصفه ريسيسيف. اللي هيطلع لي 100% دوميننت ازاي بقى؟ 100% دوميننت اهو جوزهم لبعض هيطلع لي اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول which is 100% دوميننت. بس خد بالك من حاجه، الاب والام او الاثنين بيرنتس مش بيور، مش هوموزايجوس. ليه؟ لان عندي اي سمول اي سمول بي كابيتال بي كابيتال، ده هيتيروزايجوس، مش كلهم شبه بعض. كلمه هوموزايجوس يعني كل الجاميتس شبه بعضها، يعني زي بي كابيتال بي كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال، ده اللي نقول عليه بيور، نقول عليه هوموزيجوس. فهنا لو ما كانش قال لي كلمه بيور اليلومورفيك كان هينفع اختار لاك اوف كومبليت دومينانس، وكان هينفع اختار كومبلمنتري جينز، بس هو قال لي ايه؟ قال لي بيور اليلومورفيك تريت، فساعتها ما قداميش حل غير لاك اوف كومبليت دومينانس. ليه؟ عشان اللاك اوف كومبليت دومينانس هو اللي فيه الاب والام فعلا بيور اهو. يعني انا لو جيت الفكره ان هو مش هيعرف يمسخ، ماشي، لو جيت قلت بي كابيتال بي كابيتال بيور اهو، ودبليو كابيتال دبليو كابيتال اتنين بيور، طلع لي واحد تالت خالص مختلف عنه. ماشي، طيب خش السؤال اللي بعد. A woman gave birth to four children، اربع اطفال، each of them has different blood group from the other. خلفت اربع ام خلفت اربع اطفال، كل واحد فيهم فصيله دم مختلفه عن التاني، different blood group from the other، so the genotype of the parents blood group are. يعني نفهم السؤال الاول، هو بيقول لك ان انا ام واب، يعني او اب وام اتجوزوا وخلفوا اربع اطفال باربعه ايه؟ باربعه بلاد جروبس. فانا عاوز الجاميتس بتاعت ايه او سوري الجينوتايب يعني بتاعت الاب والام.
بص يعني خلينا قبل ما نبدأ نبص في الاختيارات نفكر كده، انا عاوز 4 بلاد جروبس مختلفة، يبقى على قد ما تقدر هات 4، او هات يعني 2 جينوتايبس بتاعت الاب وبتاعت الام مختلفين على قد ما تقدر، كل ما يكونوا مختلفين كل ما يبقى ايه يطلع لك نسبة فاريشنز احسن. فانا يعني من غير ما ابص على الاختيارات انا ممكن اختار ايه اي او وبي او. ليه؟ لان اي او وبي او بعينيا كده هي الوحيده اللي تقدر توفر لي الاربعه تايبس اوف بلاد جروب اهو، يعني لو جينا نجوزهم اي بي اهي اي بي وبعدين اي او وبعدين بي او وبعدين او او، فوفر لي الاربعه بلاد جروب، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه بعينيا كده. انا جبتها ازاي؟ لقيت ان عندي 2 بيرنتس فيهم كل الاختيارات المتاحه بالنسبه لي. تقول لي طب ما بص مثلا على بي اللي هو اختيار بي ده، هتلاقي ان الاربع اختيارات موجودين بالنسبه لك اي بي واو او. هقول لك ان في مشكله، ان في واحد فيهم واخد الاي بي في ناحيه وواحد واخد الاوهات في ناحيه، فانا عشان اظهر صفه والصفه دي تكون ريسيسيف اللي هو الاو او، وده مهم بالنسبه لي لانه من ضمن الاربعه بلاد جروبز، لازم يكون في واحدة موجودة في أب وواحدة موجودة في أم، فعشان كده اخترت ده الوحيد اللي عنده أو في ناحية وأو في ناحية. بص في ده هتلاقي الأو موجودة في ناحية بس، بص في ده هتلاقي الأو موجودة في ناحية بس، ما تختارهمش. ليه؟ لأن دول مستحيل يطلعوا لك الريسيسيف، لأن الريسيسيف عشان يظهر محتاج إيه؟ محتاج الأب والأم يكونوا شايلينه. قاعدة كده خليك إيه؟ تقدر تحللك بسهولة. يعني القواعد اللي انا بقولها دي هي هتسهل عليك الحل، انك بعينيك كده تقدر تحل بدل ما تقعد تجرب في كل الاختيارات تقول لا دي ما تنفعش ودي تنفع. ما انت لو انت فاهم الفكره خلاص، انت عاوز 4 بلاد جروبس، والاربعه بلاد جروبس يعني فيهم الاو، والاو ده ريسيسيف مستحيل يظهر الا اذا كان الاب والام شايلينه. خلاص دور على او في ناحيه او في ناحيه، جيت هنا لقيت الاو في ناحيه واحده ما تختارهاش، هنا الاو في ناحيه واحده ما تختارهاش، هنا الاو في ناحيه واحده ما تختارهاش، بس كده. لو جربنا الباقيين، لو جربنا واحد فيهم مستحيل يطلع الاربعه بلاد جروبس، مستحيل انا بقول لك يعني. خلاص عايز تجربهم جربهم مع نفسك، بس انا مش هجربهم يعني، انا متاكد من اللي بقوله. نكمل. Which of the following cases whose appearance depend على human dominant gene؟ يعني السؤال ده سهل جدا، عاوزين يعني case of dominance، يعني حاجه الدوميننت هو اللي بيظهر فيها. البالنس بيظهر عن طريق complete dominance، ان لو واحده بوزيتيف بس تكفي لاظهار الصفه، تكفي لاظهار صفه البالنس ده ان ميلز، وفي الفيميلز محتاجين الصفتين. فان ميلز البالنس هو دوميننت فعلا اوفر ذا اذر جين يعني. طب الانفانتايل ديمنشيا، الانفانتايل ديمنشيا عشان تظهر محتاجه 2 جينز، اي سمول اي سمول، وده اصلا ريسيسيف ليسال جين. الهيموفيليا برضو ايه ريسيسيف، يعني هو اصلا اكس لينكد ريسيسيف، عشان تظهر على فيميل لازم يكون اكس شايله اتش سمول واكس تانية شايله اتش سمول، حتى الميل عشان يظهر عليه هيموفيليا لازم يكون شايل اتش سمول، فدي ريسيسيف مش دوميننت. الكالر بلايندنس برضو ريسيسيف، لازم اكس سي سمول اكس سي سمول وهنا اكس سي سمول واي. فالوحيد اللي هو فعلا كومبليت دوميننس او دوميننس يعني او دوميننت جين هو البالنس. تمام، خش في اللي بعده. A woman whose pure brown eyes. خلاص احنا من غير ما يقول لي كده pure brown eyes يعني تفهم ان البراون ايز هي الدوميننت على طول، لاني في الريسيسيف عمري ما قلت كلمه بيور دي، ففهمت ان البراون هي البيور. كاري تو هيموفيليا، يعني هي فيميل وومن شايل عندها بيور براون ايز وكارير تو هيموفيليا، يعني ايه؟ يعني فينوتيبك نورمالي، يعني هي فينوتيبك هيلثي، لكن جينوتيبك لا كارير. يعني ايه كارير؟ يعني في اكس شايله اتش سمول والاكس الثانيه سليم. مارد تو بلو ايد مان، وما قالكش هنا بيور ولا هايبرد، لان البلو ايد خلاص هي ريسيسيف، واحنا في الريسيسيف ما نقولش هو بيور ولا هايبرد لان كده كده الريسيسيف بيور. اند انفكتد ويز هيموفيل، احنا نقدر نطلع الجينوتايب بكل بساطه. So the children of genotype knowing that the brown eye gene B dominate over the blue eye اللي هي B small. خلاص احنا عارفينها من كلمة بيور اصلا من غير ما يقولها، فقالها خير وبركة، ما قالهاش انت كده عرفتها. فأهم حاجة بس تطلع الجينوتايب الأول بتاع الأب والأم. الست اللي هي الفيميل بيور براون ايز، يعني B capital B capital،
هو اداها لك اهي، بي كابيتال دومينيت اوفر ذا اذر اهي خلاص. وكارير 2 هيموفيليا يعني اكس شايله اتش سمول واكس التانيه سليم. بص الكتابه اللي انا بكتبها دي غلط، يعني انتوا عندكم مش بتكتبوها كده، احنا بنكتبها كده في الكليه بس انتوا عندكم مش بتكتبوها كده. انتوا عندكم بتكتبوها ازاي؟ بتكتب اتش اكس شايله اتش كابيتال واكس التانيه شايله اتش سمول، دي الكتابه الصح عندكم خلاص. تفرق بالنسبه لي يعني؟ لا ما تفرقش، بس انتوا عندكم بتتكتب كده فخلاص يعني. يبقى عشان نعرف يعني ان هي كارير، يعني ايه كارير؟ يعني عندها جين واحد بس شايل الريسيسيف والجين التاني شايل الدوميننت، فهي ابارنتلي هيلثي او فينوتيبك هيلثي. طب والراجل؟ الراجل قال لك ان هو بلو ايد مان، يعني بي سمول بي سمول، وانفكتد ويز هيموفيليا، يعني الاكس شايله اتش سمول والواي مش شايله حاجه لان الواي كده كانت ما بتشيلش حاجه. خلاص الموضوع سهل بقى، تعالى ايه يعني نلعب، يعني كأننا ايه بنلعب. بس قبل ما نلعب لازم نطلع الجاميتس، مش هنعرف نلعب كده خالص. انت يعني ما تفكرش تلعب كده، لازم تطلع جاميتس، لانك لو لعبت كده هتوه توهت السنين وهتطلع غلط. لازم تطلع جاميتس. فالجاميتس بتاعتنا ان انا البي دي مع الاكس اهي، يبقى بي اكس شايله اتش سمول، والبي برضو هي هيها مع الواي، يبقى بي واي. تفرق معايا بقى ان انا اخد الجاميت التاني اللي هو البي دي؟ تفرق معايا ان انا اخد البي دي؟ لا ما تفرقش، ما تاخدهاش. ليه؟ لانها هتديني نفس الاحتمالات، بي سمول اكس شايله اتش سمول وبي سمول واي، خلاص ما تاخدهاش. يبقى احنا ايه، خدنا بي واحده وتصرفنا عليها، طالما الاحتمالات مش مختلفه ما تاخدهاش. وده المهم بالنسبه لي في ان انا اطلع الجاميت. فانا بطلع الجاميت ليه؟ عشان استبعد المختلف، تمام؟ آه يعني او سوري، استبعد المتشابه يعني. نفس الموضوع بالظبط، هاخد البي كابيتال مع الاكس اللي شايله ايه؟ اتش كابيتال، بي شايله اكس شايله اتش كابيتال، والبي هي هيها مع الاكس اللي شايله اتش سمول. طيب نبص على البي التانيه، ناخدها ما ناخدهاش برضه. ليه؟ لانها بي كابيتال برضه، هتديني نفس الاحتمالات، بي اكس شايله اتش كابيتال، بي كابيتال اكس شايله اتش سمول، نفس الاحتمالات، فما تاخدهاش برضه. خلاص احنا كده طلعنا الجاميتس بتاعتنا، نقدر نلعب يعني براحتنا. نشوف اللون ده كده هيبان ولا لا. العب كده ده مع ده، لا مش هيبان خالص. يعني ممكن نعمل ده، ها يلا اديني ده مع ده، بس ايه نطلع كده نوسع لنفسنا. طلع لي ايه؟ بي كابيتال، بص ده مع ده، طلع لي بي كابيتال بي سمول، اكس شايله اتش كابيتال اكس شايله اتش سمول. فلازم نكتب الفينوتايب على كل واحده كده عشان ما نتوهش. دي الاول ميل ولا فيميل؟ دي اهم حاجه. اكس اكس يبقى فيميل، طلع لي فيميل. ها براون كلر ده اي ولا بيور ولا بلو كلر ده اي؟ بي كابيتال بي سمول يبقى براون، براون كلر ده اي. طيب شايله المرض يعني هي هيلثي ولا ان هيلثي؟ هتقول لي هيلثي. ليه؟ لانها اكس شايله اتش كابيتال مع اكس شايله اتش سمول، فالفيميل كده ايه كارير زي مامتها، فساعتها نقول عليها ايه؟ هيلثي كارير. عاوز تقول كارير قول، مش عاوز ما تقولش، تحر قول لي هيلثي وخلاص. هنلعب نفس اللعبه بقى في كله خلاص، يعني نعملها اسرع شويه. ان احنا هنجيب دي مع دي اهو كده، هيطلع لي بي كابيتال بي سمول، اكس شايله اتش سمول، اكس شايله اتش سمول. الفينوتايب بتاعي انها فيميل، انا بعلمك بس تكتب الفينوتايب ازاي. تبدا الاول ميل ولا فيميل، ثم تقول لون العين برضو براون، ثم تقول هل هي هيلثي ولا ديسيزد، وهنا هي ديسيزد يعني ايه؟ عيانه. ليه ديسيز؟ ليه؟ عشان الاثنين اكس بتوعها شايلين الاتش سمول. كمل يلا بسرعه. ها هدي مع دي، انا بس يعني كده احنا ايه، احنا لوصنا جامد. ماشي، هيطلع لي بي كابيتال بي سمول، اكس شايله اتش كابيتال، واي. ولد ولا بنت الاول؟ ولد. ميل لون عينه براون. عيان ولا سليم؟ سليم، لان الاكس شايله اتش كابيتال، وعشان يكون عيان لازم تكون الاتش ايه سمول، يبقى سليم. هيلثي هيلثي ميل، هيلثي ميل. اخر واحد يلا، دي مع دي اهي، هيطلع لي بي كابيتال بي سمول، اكس شايله اتش سمول، واي. ده ولد ولا بنت؟ يلا ميل الاول. لون عينه؟ لون عينه براون، براون اي. سليم ولا ديسيز؟ ديسيز. خلصناها كده، احنا خلصنا المسألة اصلا. هو كل بتاع بيقول لك شو ذا تشيلدرنز يونو تايب، بس انا مش هدفي ان انا اخلص، هدفي اطلع بكام حاجة كده.
ركز كده معايا، ان انا بورث صفتين، نغير اللون، بورث صفتين، صفة الاي كالر وصفة الايه الهيموفيل. فهنا نلعب قانون مين؟ قانون سكند مندلو. قانون سكند مندلو كان بيقول لك ان انا بيكون عندي حاجة اسمها independent assortment of genes، يعني بيحصل separation independently لكل صفة على التانية، لان كل صفة متشالة على كروموزوم مختلف، وده كان الشرط ان كل صفة لازم تتشال على كروموزوم مختلف. فبالتالي التوريث هيطلع صح. يعني ايه التوريث هيطلع صح؟ يعني انا لو جيت ابص كده، انا مورث ايه؟ مورث مورث بلو كالرد، يعني خلينا نبص على الكالر اي، بس الكالر اي لوحده اهو، هتلاقي ان انا ايه مورث بلو لبيور براون اهو، هو قال لي انها بيور براون، مورث بلو لبيور براون. فانا من غير ما اعملها، انا كنت لسه محفظك في اول سؤال فوق ان في الكومبليت دوميننس دي كيس اوف كومبليت دوميننس، انا عندي كومبليت دوميننس، كيس اوف كومبليت دوميننس، وفي الكومبليت دوميننس ورثت واحد بيور دوميننت لواحد ريسيسيف، يبقى هيطلع لي 100% ايه دوميننت وتشيز هايبريد، 100% دوميننت وتشيز هايبريد. وفعلا لما تيجي تبص، بص عندي ايه براون اي ثم براون ثم براون ثم براون، يبقى فعلا 100% دوميننت، صدقت كومبليت دوميننس، جوزت بيور دوميننت مع ريسيسيف بيطلع لي 100% دوميننت وتشيز ايه هايبريد اهو، براون 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 وكلهم هايبريد، بي كابيتال بي سمول، بي كابيتال بي سمول، بي كابيتال بي سمول، بي كابيتال بي سمول. يبقى اول قانون عندي بتاع كومبليت دوميننس اتورث لوحده واتورث صح. تمام. تاني صفه عندي، نغير اللون هنا، تاني صفه عندي هي الهيموفيليا، اهي الهيموفيليا. الهيموفيليا عندي هي قانون اكس لينكد ريسيسيف، يبقى انا عندي اكس لينكد ريسيسيف، لو اتورثت لوحدها، هي اتورثت لوحدها كده من غير ما تدخل مع صفة تانية، محتاج نطبق القانونين اللي احنا كنا قلناهم في التيست اللي فات او في الفيديو اللي فات. اول قانون عندي ان الام بتورث الولاد والبنات، الام بتورث الولاد والبنات، والاب يورث ايه؟ الاب يورث البنات فقط. ده دول القانونين بتوعي. فبالتالي كده قبل ما نبدأ احنا نحل، يعني احنا ممكن نخمن الانديفيدوالز او الاوف سبرينجز قبل ما نبدأ نعمل المسألة اصلا، ان الام بتاعتي كانت ايه؟ الام كانت كارير تو هيموفيليا، كارير تو هيموفيليا يعني عندها اتش شايلة المرض واتش مش شايلة المرض. فنتوقع هنا ايه؟ نتوقع ان البنات هيطلعوا جزء منهم شايل المرض، والولاد هيطلع جزء منهم مريض فعلا. ليه؟ يعني ايه الكلام ده؟ لان البنات عشان تكون فعلا مريضة لازم يكون الاب كمان مريض، والاب مريض يبقى البنات هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا عندهم المرض. الاب البنات في جزء منهم هيطلع عندهم المرض. امتى؟ شور البنات يطلعوا فعلا عندهم المرض كلهم، يعني 100%. امتى يطلع البنات 100% diseased؟ لو الام diseased والاب كمان ديسيز، زائد الاب كمان ديسيز. ليه بقى؟ لان لو الام كارير والاب ديسيز، ما الموضوع سهل، هاخد اكس من الاب اللي هي ديسيز للمرض، واخد اكس من الام سليمه، يعني عادي في جزء من البنات هيطلع سليم وجزء منه هيطلع مش سليم. طب والولاد؟ الولاد عشان يكونوا 100% ديسيز لازم تكون الام deceased. ليه؟ لان الام لو كارير فعادي الام ممكن تورثني مره الاكس السليمه ومره ممكن تورثني الاكس اللي مش سليم. بس خد بالك، الولاد جبت سيره الام على طول. ليه؟ لان الاب بيورث البنات فقط. فانا برضو ممكن اقدر اخمن من قبل ما اعمل المساله. المساله بتقول لي، او يعني السؤال بيقول لي ان الام كارير والاب ايه؟ والاب انفكتد. فانا ممكن اخمن قبل ما اعمل ان طالما الام كارير يبقى اطلع والاب انفكتد، يبقى في جزء من البنات هيطلع ديسيزد وجزء منه هيطلع كاري. جزء ديسيزد ليه؟ لان جزء هياخد الاكس بتاعت الام اللي شايله المرض والاكس بتاعت الاب اللي شايله المرض، وجزء اللي هيطلع نورمال هيطلع ايه؟ هيطلع كاري، مش هيطلع كومبليتلي نورمال.
تمام، ليه هيطلع كارير؟ لانه هياخد اكس من الاب الانفكتد وياخد اكس من الام السليمه، يعني مع الام عندها اكسين، اكس سليمه واكس ايه مش سليم. واقدر اخمن برضو ان الولاده هيطلع جزء منهم مريض وجزء منه ايه سليم. جزء منه مريض ليه؟ لانه خد الاكس بتاعت الام المريضه او الكارير للمرض، وخد وجزء منه سليم ليه؟ لانه ممكن ياخد الجزء من الام السليم. ففي البنات ببص على الاب والام، والولاد ببص على الام فقط. فلو جيت بصيت من غير ما اعمل اي حاجه، اهو بنت اهي مريضه، ادي فيميل، سوري فيميل سوري، وكارير، وفيميل تانية، هات فيميل تانية وديسيزد، يعني خلينا نبص مع بعض كده، فيميل وكارير اهي، وفيميل تانية وديسيزد، والولاد ميل هيلسي وميل ديسيز اهو. يبقى انا ايه، من غير ما ابص على المساله ومن غير ما اعملها، انا خمنت الـ النواتج من فهمي لقانون بس الاكس لينكد ريسيسيف، وان الاب بيورث البنات فقط والام تورث الولاد والبنات. خش على ده غالبا اخر سؤال، لا لسه. طيب خش على السؤال ده، بص بيقول لك ايه، the opposite table shows the result generation from the crossing two sweet pea plants. وهنا يعني الموضوع لازم تكون عارف ان التو سويت بي بلانتس دول بيلعبوا الكومبلمنتري جينز. قلنا لازم نحدد الكيس قبل ما نبدأ نحل كومبلمنتري جينز. طيب احنا ازاي بنحدد الجينوتايب او الجاميتس؟ يعني في جدول زي ده بحاول ابص على طرفين والتالت يكون ناقص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الناحيه دي كده، دي الجينوتايبس بتاعت الميل الراجل، يعني اللي هو الاب هنا كده، والناحيه دي تحت كده دي الجينوتايبس بتاعت الام. ومين دول؟ مين المربع ده اللي انا برسمه ده؟ دول الاوف سبرينجز. خلاص ماشي. فببدا عشان اطلع اي جاميت او اي جينوتايب لازم ابص على طرفين والتالت ناقص. يعني ايه؟ يعني تعالى كده هنا هتلاقي هنا كده اللي انا بعلم عليه بالاسم ده كده، هتلاقي ادي طرف ودي طرف، اتنين كاملين، ادي واحد اهو كامل وواحد كامل وواحد ناقص اللي هو ده اللي ناقص. يبقى سهل اوجد ده، سهل اوجد ده ليه؟ لاني عندي طرفين كاملين وواحد ناقص. اشوف بقى اللي ناقص ده مين؟ اللي ناقص ده جاميت اوف بيرنت. فساعتها يعني انا عندي واحد اللي هو الاي سمول بي سمول، اللي هو ده اي سمول بي سمول، اتجوز فيميل انا مش عارف الجينوتايب بتاعها، طلع لي اي سمول اي سمول بي كابيتال بي سمول. ساعتها توجد ده ازاي؟ ده توجده ازاي؟ بص على الناقص وكمله، فهتلاقي ان عندك اي سمول وهنا اي سمول وبي سمول وبي سمول. ناقص لي مين؟ ناقص لي الاي سمول والبي كابيتال، يهو هم دول هنا اي سمول وبي كابيتال، جبت ال اي سمول بي كابيتال. فهمت انا بعمل ايه؟ تمام. انا كده باقي لي الاكس ناقصه اهي والواي ناقصه وباقي لي الدبليو ناقصه. نيجي ندور ما نلاقيش طرفين وواحد ناقص. يعني بص كده على الواي، بص على الواي، هتلاقي ان الواي تحتيها ان تحتيها نمبر 2 which is ناقص، حاجه ناقصه يعني، والدبليو برضو ناقصه. تيجي تبص على نمبر 5 حاجه ناقصه، والاي بي كامله بس برضو يعني عندي طرفين ناقصين، الواي ناقصه ونمبر 5 كمان ناقصه، ومعنديش غير طرف واحد بس. فتيجي تبص هتلاقي ان القاعده اللي انا لسه قايلها ما بتمشيش على بقيه المساله. يعني بقيه المساله انت مش عارف تحلها. يعني انا جبت ال بسهوله عشان عندي ايه؟ طرفين وواحد ناقص، اللي هو عندي الانديفيدوالز وعندي جينوتايب بتاع البيرنت الميل، بس الفيميل مش عندي، فسهل جبتها. طب والباقيين؟ مش عارف اكمل حاجه. فهنرجع نحل المساله ازاي بقى؟ هنحلها بكيس اوف كومبلمنتري. يعني فكره ان انا بقول انها كومبلمنتري دي لوحدها حلت لي المساله. ازاي بقى؟ بكل بساطه انت عندك في الكومبلمنتري عارف ان انا عندي الصفه بتتشال على two pairs of كروموزومز. يعني ايه two pairs of كروموزومز؟ يعني الصفه بتمثل عندي في اربع حروف، A كابيتال A كابيتال B كابيتال B كابيتال، او A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول، ايا كان. يعني المهم ان انت بيكون عندك اربع حروف. فلقيت ان عندي الميل ليه اربعه جاميتس، واحد A كابيتال B كابيتال، واحد A سمول B سمول. طب الاثنين التانيين هتجيبهم منين؟ هتجيبهم من فهمك ان انا طالما عندي كومبلمنتري
ليه 4 جاميتس، يبقى هو مش هيكون غير A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول. دي الوحيدة اللي بتقدر توفر لي 4 اختلافات من الجاميتس، لأنك لو عملت مثلا A كابيتال A كابيتال B سمول B سمول هيطلع لك ساعتها A كابيتال B سمول بس، ده only one جاميت، أنا مطلع 4 جاميتس. طلعت مثلا A كابيتال A سمول B سمول B سمول، ساعتها هيطلع لك A كابيتال B سمول A سمول B سمول، ساعتها برضو طلع لك 2 جاميتس only. لكن ده الوحيد اللي بيقدر يوفر لك 4 جاميتس، طلعهم كده A كابيتال B كابيتال A كابيتال B سمول A سمول B كابيتال A سمول B سمول، ده الوحيد اللي وفر لك 4 جاميتس. وانس عرفت المعلومة دي خلاص انت حليت المسألة، انت حرفيا حليت المسألة، لان خلاص انت اهو امشي على اللي انا قلته، ان ده الاب، ده الاب اهو، اطلع كده عند الاب اهو، واحد A كابيتال B كابيتال مكتوب، والاكس A كابيتال انا هكتبها اهو، ان الاكس بقت A كابيتال B سمول، والواي A سمول B كابيتال، وعشان نتأكد ال A سمول B سمول مكتوبة لنا، خلاص احنا حلينا المسألة. ليه؟ سهل بقى تعرف تعمل ايه؟ تطلع ال W مثلا، مش احنا مطلعين ال L، بقى لنا ال W بس، طلع ال W كده، ال W تعرف تطلع زي طرفين، ادي طرف اهو، وادي طرف اهو، وده الناقص. فنفس اللعبة اللي لعبناها، أنا عندي أب A كابيتال B سمول، وإنديفيدوال اتجوز واحدة مش عارفينها، مش عارفين لسه الجميل بتاع ال W، والإنديفيدوال طالع لي A كابيتال B كابيتال B سمول، فشوف الناقص ويبقى هو الكويتشن مارك اللي عندي A كابيتال مع A كابيتال وبي سمول مع بي سمول، يبقى باقي لي مين؟ A كابيتال B كابيتال A كابيتال B كابيتال، يبقى الأم جميل بتاعها A كابيتال B كابيتال. طلع كده الجينوتايب بتاع الأم، الجينوتايب بتاع الأم بيقول لي إن أنا A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال، أهو A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال، وده بيطلع لي كام جاميت؟ 2 جاميت بس، اللي هما A كابيتال B كابيتال A سمول B كابيتال أهو. يبقى إحنا بنحل المسألة بكذا طريقة. المهم المسألة اتحلت خلاص، يعني أنت سهل بقى بالنسبة لك، تقدر تطلع 1 و2 و4 و5، لان 1 اهي A كابيتال B كابيتال اتجوز A كابيتال B كابيتال، ف 1 يعني ايه؟ انا فاكر ان انا مش يعني غالبا مش هنعرف نمسح، مش هنعرف نمسح، فيعني ايه؟ فخلاص 1 بقى A كابيتال A كابيتال B كابيتال B كابيتال، سهله اهي. 2 عندك A سمول B كابيتال اتجوز A كابيتال B كابيتال، فيبقى A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال. 4 A كابيتال B كابيتال اتجوز A سمول B كابيتال، يبقى A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال. خلاص 5 A small B capital اهو اتجوز A small B capital، يطلع لي A small A small B capital B capital. بقيت السؤال يعني احنا خلاص deduce the genotype for the parents of the offspring، طلعناهم خلاص. بقيت السؤال بيقول لك what's the ratio of resulted white flower from crossing 2 و4. الوايت فلاور ده الاول تقول ان دي صفر ريسيسيف، وصفر الريسيسيف في الكومبلمنتري عشان تظهر محتاجة no one of two pairs، no one of two pairs has dominant gene على الأقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان اظهر صفر ريسيسيف في الكومبلمنتري لازم يكون الدوميننت موجود في بير واحد على سوري الدوميننت موجود في بير واحد او مش موجود اصلا، تمام؟ فارجع تاني كده، انا عاوز اجوز مين؟ 2 ل 4، 2 ده اهو، ده 2 عشان بس احنا شوهنا الرسمه، الصور ده 2 ده 2 اهو، ده 2 وده 4، ماشي؟ وده 4، جوزهم لبعض يعني بكل بساطه، هاتهم كده على جنب لوحدهم، A كابيتال A سمول A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال اتجوز A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال، تمام؟ لما نجوزهم لبعض هيطلع لي كام في المية ريسيسيف؟ هيطلع لي كام واحد ريسيسيف؟ تعال نعملها يعني بكل بساطة. طلع الجاميتس الأول، يعني أهم حاجة الأول طلع الجاميتس. الجاميتس بتوعنا مين؟ A كابيتال B كابيتال A سمول B كابيتال، نفس الموضوع A كابيتال B كابيتال A سمول B كابيتال، دول الجاميتس بتوعي أهو، يعني خدت ده مع ده وخدت ده مع ده، خلاص ماشي. ونفس الموضوع هنا، فاحنا طلعنا الجاميتس، نقدر بقى ايه نلعب براحتنا. انا بحسها لعبه فعلا، يعني جوز ده مع ده يطلع لي ايه كابيتال ايه كابيتال بي كابيتال بي كابيتال، ده دوميننت مش ريسيسيف، ده دوميننت. ليه دوميننت؟ عشان عندي دوميننت موجود هنا ودوميننت موجود هنا والاثنين كافيين خلاص يعني. طيب جوز ده مع ده
A capital A small B capital B capital. طب جوز ده مع ده A capital A small B capital B capital. خد بالك ان ده dominant برضو وده dominant برضو. ليه؟ لان عندي صفة اهي وصفة اهي. تمام، اخر واحد يلا A small A small B capital B capital، ده الوحيد الريسيسيف. يبقى الريشيو كام بتاعت الريسيسيف؟ هو السؤال كان بيقول وات ذا ريشيو اوف ريزلتد وايت فلاور، اللي هو الريسيسيف يعني ريسيسيف، في 2 ل 4، 1 ل 3. هاي المفروض يعني احنا بنقول دايما 3 ل 1 اللي هو 3 دوميننت ل 1 ريسيسيف، بس هو عاوز الريسيسيف يبقى 1 ريسيسيف ل 3 دوميننت، او عاوز تقول 3 دوميننت ل 1 ريسيسيف. هي هي. انا عاوز هنا اطلع باستنتاج كده لطيف. الاستنتاج بيقول ايه؟ بيقول ان ان الكومبلمنتري جينز عندي عشان تطلع حاجه دوميننت لازم يكون اونلي وان بير على الاقل، يعني اونلي كل بير، يعني كل بير فيهم وان كروموزوم يكون ايه دوميننت. يعني انا عندي بير اهو وبير اهو، فعلى الاقل واحد في كل بير يكون شايل الصفه الدوميننت، يعني ده مثلا شايل الصفه الدوميننت وده مثلا شايل الصفه الدوميننت، ده على الاقل عشان نظهر الصفه الدوميننت. فجوزت اتنين دوميننت لبعض طلع لي 3 لواحد، 3 دوميننت لواحد ريسيسيف. ليه بقى؟ لان دول هايبريدز، لو تاخد بالك اهو هايبريد، اتجوز هايبريد 3 لواحد خلاص. بس النسبه دي ما تحفظهاش لان ده كومبلمنتري مش كومبليت دوميننس. باقي سؤال ده الاخير. What happened in case of crossing two corn plants where the both of them are hybrid green؟ وهنا برضو الكيس مهمه بالنسبه لك انك تكون عارف. two corn plants ده lethal genes، وعشان يعني نكون واضحين مع بعض لازم في الليثال جين تقول لي هو دوميننت ولا ريسيسيف، وده ريسيسيف ليثال جين خلاص، ريسيسيف ليثال جين. بص الليثال جينز بتطبق قانون الكومبليت دوميننس في الفينوتايب بتاع هو جرين ولا وايت ولا كده. تمام، طبق قانون الكومبليت دوميننس، ولكن يحكمني في مين هيموت ومين هيعيش، هل هو ريسيسيف ولا دوميننت. بمعنى ان انا جوزت اتنين هايبريد جرين بلانتس، جرين هايبريد جرين بلانتس، وانا عارف خلاص طالما هايبريد يعني جرين هو الدوميننت، فسهل اعمل سي كابيتال سي سمول اتجوز سي كابيتال سي سمول. لسه بقى قايلينها في من اللو كتير قوي، هايبريد اتجوز هايبريد هيطلع 3 دوميننت لواحد ريسيسيف، قولناها 500 مره خلاص. طيب وانا عندي الصفه ايه؟ ريسيسيف هي اللي بتموت، ريسيسيف هي اللي بتموت، يبقى واحد عندي هيموت. فهو بيقول لك وزود جيناتيك اناليسيز عشان يختبر عندك الحته دي، يختبر انت عارف مين اللي هيموت ولا لا. فهتقول له بكل بساطه لو هايبرد اتجوز هايبرد هيطلع لي واحد ضد. هو عاوز يقول لك كده، هو مش عاوزك تطبق من اللو وقانون مين جرين ومين وايت، هو عاوزك تقول لي كام واحد هيعيش وكام واحد هيموت. فانت من غير جيناتيك اناليسيز لقيت هايبرد اتجوز هايبرد، ولا يطلع 3 لـ1 ريسيسيف، وتشوف بقى والله هل هو دوميننت ليثل ولا ريسيسيف ليثل. لو دوميننت ليثل يبقى واحد بس هو اللي هيموت، عشان واحد هايب واحد بيور هو اللي هيطلع. يعني انا لو جوزت اتنين هايبرد لبعض في واحد بيور بيطلع، وده لو الكيس هي دوميننت ليثل فده اللي هيموت. طب لو كيس ريسيسيف ليثل يبقى الاخير هو اللي هيموت، اللي هو ده سي سمول مع سي سمول ده اللي هيموت. في الحالتين في واحد هيموت يعني خلاص. مين اللي هيموت في الريسيسيف ليثل؟ ده الوايت كورن بلانت، هو ده اللي هيموت. فانت يعني تقول له ايه، في واحد هيموت اللي هو الوايت كورن بلانت، وزود جيناتيك اساس عاوز تعملها اعملها، يعني بص ما تخضكش حته وزود جيناتيك اساس اعملها على جنب، اعملها له في الورقه مش مهم خالص بالنسبه لي انك تعملها ولا ما تعملهاش. هو بيكتب لك بس وزود جيناتيك اساس عشان ما يزودش عليك الحمل، يعني انت عاوز تعملها اعملها، بس انا بحلها لك ازاي ما تعملهاش كمان. لو عاوز تجيبها بسرعه كده تقدر تجيبها كده. احنا خلصنا الامتحان الثامن.